السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من إطلالة المسجد الأقصى المبارك من جبل الزيتون للحديث عن خطورة ما حصل منذ صباح هذا اليوم من اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال ولمدة 13 دقيقة. نتحدث عن تفاصيل هذا الاقتحام، هو ليس الاقتحام الأول لبن غفير ولكن هو الأول بصفته وزير لما يسمى بالأمن القومي لدى الاحتلال. تحدث عن خطورة هذا الاقتحام، معنا هنا عضو هيئة العمل الوطني في مدينة القدس أستاذ أحمد الصفدي، يعطيك العافية. تحياتي، الله يحييكم. نعم، يعني شهدنا اليوم هذا الاقتحام بعد يعني ربما تضليل كان متعمد من قبل إيتمار بن غفير باقتحامه للمسجد الأقصى المبارك. كان قد أعلن قبل يوم أنه تراجع عن هذا الاقتحام، ولكن منذ صباح اليوم اقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. أولا، الاعتراض على وزير الأمن القومي، هو ليس وزير للأمن الإسرائيلي ولا الأمن الفلسطيني، لأن من يفتعل المعارك سواء بالشيخ جراح أو في المسجد الأقصى المبارك لا يليق له أن يكون في منصب أمني، فليستغل هذا المنصب الأمني لافتعال المعارك. وهذا طالما كانت هنالك دعوات فيما يسمى كنيسة الاحتلال، حينما كان عضو في كنيسة الاحتلال شاهدنا كيف أشعل الحرائق في القدس وفي مدينة القدس بالتحديد والمسجد الأقصى المبارك. الدعوات كانت في إطار الدعاية الانتخابية، الآن ينفذ الدعوات إرضاء لليمين المتطرف، إرضاء لهذه الحكومة المتطرفة الذي استغل نفوذه الأمني والسياسي حتى يوفر كل قوات الاحتلال وتدعم اقتحامه ويسيطر على الحيز والمكان بالقوة، ألا هو المسجد الأقصى المبارك. وإذا لاحظنا نوعية المقتحمين هم أحزاب يمينية متطرفة على رأس اقتحاماته، وأيضا كثافة عددية مجموعة كبيرة أكبر من المعتاد. كل ذلك نفذه ليشعل نار الحرب الدينية وليفتح شهية المستوطنين لمزيدا من الاقتحامات. لذلك أنا أحذر من مزيد من الاقتحامات بين كبير وغيره. يجب أن يتصدى المقدسيين رغم كل الانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيين وهم رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. فتنوعت الانتهاكات من قبل الاحتلال ما بين سحب وحجز الهويات على أبواب المسجد ومنع الفلسطينيين من الوصول واعتقال المرابطين والمرابطات وأيضا اعتقالات إدارية، فضلا على الاعتداء بالضرب للمرابطين وإبعادهم لفترة طويلة. إذن انتهاكات عظيمة وانتهاكات مركبة في ظل إتاحة الحيز للاحتلال وللمستوطنين في ظل هذا الواقع. يعني ولكن هو يعني بتصريحاته ايضا يحاول حتى خلال اقتحام المسجد الاقصى المبارك يعني يبين بانه يتحدى الفلسطينيين، يتحدى حتى التهديدات من غزه باقتحامه للمسجد الاقصى المبارك. ولكن يعني ما شهدناه اليوم من اقتحام وسط تعزيزات مشدده من قوات الاحتلال، تحدث عن ما يقارب يعني 500 حراسه كان من افراد الحراسه معه خلال اقتحامه للمسجد الاقصى المبارك، ايضا تواجد كثيف لشرطه الاحتلال في محيط البلده القديمه ومنع المصلين من الدخول والتواجد في المسجد الأقصى، ما يعني سبقه أيضا من عمليات إبعادات للمقدسيين في الفترة الماضية. جميع هذه الأمور هل هي يعني تؤكد على يعني عدم خوف إيتمار بن غفير باقتحامه للمسجد الأقصى ولينجح في هذا التحدي؟ الصورة العسكرية الكثيفة هذه وكل قوات الاحتلال تؤكد على خوفه بل رعبه من الفلسطينيين، وليس كذلك بل أيضا هو جرب الفلسطينيين في سيف القدس قبل عامين في الشيخ جراح حينما افتعل المعركة ووجد ردا من كل الساحات الموحدة جغرافيا ووطنيا سواء من شمال فلسطين أو من غزة أو من الضفة أو من القدس الذين تصدوا له. وجربوا الفلسطينيين والمقدسيين في عدة معارك ومنها البوابات الإلكترونية وباب الرحمة وكل المعارك، فهو لن ينتصر بهذه الصورة التي يفتعلها ويصنعها عسكريا، لأنها صورة لا تشبه المدينة، هي هيمنة عسكرة للمسجد الأقصى المبارك وانتهاكا لحرمته الدينية، وهي لا يستطيع أن يسوق هذه الصورة إلا أنها صورة عسكرية وأمنية، ولا يستطيع أن يهيمن ويسيطر على المسجد لأن أبناء المدينة الأصليين كانوا موجودين ومتواجدين في صلاة الفجر، ولكن الاحتلال استغل ذلك ومنعهم من الدخول مجددا للتصدي لهذا الاقتحام ليبين مشهدا واحدا مفتعلا بأن الصهاينة وعلى رأس بن كبير هم من في ساحة المسجد. ولكن ماذا خلف هذه القرارات؟ أن المقدسي مبعدين قصرا عن المسجد الأقصى المبارك، ولكن لن يدوم ذلك، وبن كفير هو يشعل حربا يتحمل الاحتلال وكل جهازه الأمني وكل حكومته مسؤولية إطلاق العنان ليد بن كفير لاستهداف المسجد الأقصى المبارك.
أيضا ما المتوقع في الأيام القادمة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخاصة على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس؟ هو مطلوب أيضا على مستوى الشارع المقدس أو حتى الجهات المسؤولة وأيضا على المستوى الدولي؟ أختي الكريمة، يعني رغم الاعتراضات في بعض الأصوات القليلة في الحكومة على اقتحامات بن غفير، ولكن نحن نعلم أن هذه الحكومة هشة، ولأكثر مرة تكررت الحكومة بين نتنياهو وبن غفير يريدوا أن يسيطروا على هذه الحكومة ويحفظوها لفترة أطول، وعينه كان على الكرسي وعلى السلطة، وبالتالي هذا التحالف بين نتنياهو وبن غفير مصلحي انتخابي لإرضاء اليمين المتطرف وإرضاء بن غفير، وغير ذلك تنهار الحكومة من جديد. لذلك هنالك ضغط على نتنياهو لتقبل أرعنت وأيضا بن غفير بكل مغامراته التي تؤدي بالحكومة بالمآل النهائي إلى الانهيار، لأن ذلك سيوتر الوضع وبالتالي يعيد المربع إلى إشعال الضفة وغزة والقدس. فالحكومة من جديد تتحمل المسؤولية، ونحن نتوقع سلسلة من الاقتحامات لتثبيت لا سمح الله تقسيم زماني ومكاني، وبالتالي المقدسين عليهم أن يكونوا متيقظين في الدفاع عن المسجد الأقصى كرأس حربة في الدفاع عن المسجد. نعم أستاذ أحمد أستاذ فاضي، عضو هيئة العمل الوطني في مدينة القدس، كنت واجدك معنا في هذا البث. إذا كنا معكم هنا من أوضاع مدينة القدس بشكل عام منذ هذا الصباح، واقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي لداء الاحتلال لاقتحام المسجد.